حول دعم قطر للإرهاب، معنا من دبي الدكتور سلطان المؤذن، عضو في المجلس الوطني الاتحادي. بعد التحية دكتور، طبعا قطر لم يقتصر دورها على استغلال الأزمات والصراعات في المنطقة العربية لصالحها بالطبع، لكنها قامت أيضا بتمويل الجماعات الإرهابية في عدد من دول المنطقة لإحداث الفوضى ونشر العنف. هل تحدثنا أكثر عن حول هذا الموضوع؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية، في الحقيقة قطر تحولت من دولة إلى منظومة إرهابية متكاملة حقيقة، فقطر هي الآن تعتبر راعي الإرهاب والتطرف والأموال المشبوهة في منطقة الشرق الأوسط. في الحقيقة قطر قدمت كثير من الدعم للجماعات الإرهابية، سواء كان الدعم المادي، الدعم اللوجستي، الدعم الإعلامي الكبير، الذي أحيانا هناك توجيهات من قبل قادة بعض التنظيمات تصدر من خلال قناة الجزيرة، فهي بلغات أو بإشارات مفهومة من قبل المجموعات الإرهابية الموجودة تستخدم قناة الجزيرة في هذا الدعم. أيضا قطر في الحقيقة أصبحت البلاذ الآمن للإرهابيين والعناصر الإرهابية في المنطقة. أوت عدد كبير جدا من الإرهابيين مولت، سواء كانت عن طريق تمويل بالأموال القطرية أو عن طريق أيضا مقيمين في قطر يقومون بتمويل الجماعات الإرهابية في المنطقة. حقيقة هناك يعني أيضا تنسيق واضح بين قطر وبين إيران في دعم القاعدة. قطر أصدرت جوازات أوت أشخاص كما أوت خالد شيخ في قطر لمدة 5 سنوات، وكان موظفا لديهم بعد طلبه من قبل الحكومة الأمريكية، وعدة أشخاص آخرين تم طلبهم وبعدهم اختفوا في قطر. هناك تنسيق حقيقة واضح وكبير بين المجموعات الإرهابية، سواء كانت في آسيا سواء كانت في أفريقيا. قطر تدعم على سبيل المثال في العراق بعد تحول القاعدة من العراق إلى داعش، هناك دعم مادي، وكما صرح حيدر العبادي أنهم قاموا بالحصول 500 مليون دولار كانت بحوزة السفير القطري مهربة بحقائب إلى 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 العراق، وكانت ستصل إلى مجموعات إرهابية. أيضا هناك تنسيق ودعم كبير جدا من قطر إلى جبهة النصرة في سوريا ومجموعات إرهابية أخرى أيضا في سوريا، سواء كان من دعم مادي، دعم معلوماتي خطير جدا في سوريا. أيضا اتجهت قطر، يعني لم تسلم دولة حقيقة في المنطقة من قطر. يعني عندما توجهت إلى أفريقيا هناك دعم وخراب كبير جدا في ليبيا. قطر تدخلت تدخل سافر كبير في الشأن الليبي، دعمت بالدعم المادي، الدعم اللوجستي الخطير، قدمت أيضا الأسلحة، قدمت المعلومات الخطيرة في ليبيا. والدليل أيضا بعد المقاطعة من قبل دولة الإمارات والسعودية ومصر وليبيا والبحرين، لاحظنا الحكومة الليبية حررت بنغازي بأيام معدودة حقيقة، وهذا دليل واضح على الدعم الخطير الذي تقدمه قطر في ليبيا. نعم. أيضا لم تسلم تونس من دعم الإرهابيين من قبل قطر. إذا كما ذكرت دكتور سلطان بأن قطر قطر مولت واستغلت بعض الظروف التي كانت موجودة في بعض الدول، ولكن مطالب الدول الداعية لمكافحة الإرهاب من أبرز هذه المطالب بوقف قطر لتمويل الإرهاب ودعم الإرهابيين أيضا. كيف يمكن القضاء على الإرهاب الذي تدعمه قطر في هذه الدول التي تستهدفها؟ وهل هناك ضمانة وراء هذه، يعني هذا، أن تتوقف قطر عن هذا الدعم؟ في الحقيقة من
من المؤسف أن نرى هناك إصرار وتمسك من قبل قطر على دعم المجموعات الإرهابية، على تمويل المجموعات الإرهابية. نعم. قطر تصر، يعني لم يوجد أي بادرة من قبل قطر لوقف تمويل الإرهاب أو دعم الجماعات الإرهابية، وهذا حقيقة مؤسف جدا من قبل الحكومة القطرية في الوقت الحالي. يعني لا يوجد أي بادرة خير توضح أن قطر ستقف عن دعم الإرهاب أو دعم المجموعات الإرهابية، وبالتالي لابد من اتخاذ إجراءات دولية تجاه قطر، سواء كان يعني لابد من مطالبة حقيقة من دول الغرب، من أمريكا، من أيضا مجلس الأمن الدولي، يعني لابد من فرض عقوبات رادعة لوقف تمويل قطر. يعني دول الأربع المقاطعة وكثير من الدول قدمت أدلة واضحة على تورط قطر في تمويل الإرهاب ودعم الإرهاب وتوجيه العمليات الإرهابية. يعني أقل ما فيها قطر خانتنا في 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 عاصفة الحزم في اليمن. قطر أعطت معلومات لإيران وللحوثيين عن مواقع الجيش الإماراتي، عن مواقع قوات التحالف ككل، الأخوة الجيش السعودي، الجيش، كل قوات التحالف. أيضا قطر مولت وحركت تنظيم القاعدة وجماعة الإخوان الموجودين في اليمن ضد قوات التحالف وضد الحكومة اليمنية وضد الشعب اليمني أيضا. نعم. ونرى الآن هناك أيضا يعني في الحقيقة تعجرف من قطر وإصرار على دعم الإرهاب، وبالتالي لابد أن يكون هناك إجراءات أكبر ضد قطر لكبح جماح الخطر الإرهابي القطري في المنطقة. دكتور، كيف تقرأ بأن قطر قامت بتغيير قانون الإرهاب، تعديل على قانون الإرهاب، أيضا قامت بتوقيع اتفاقية مع الولايات المتحدة، كيف نقرأ يعني هذا الاتجاه من قبل دولة قطر مع أنها ما زالت تدعم الإرهاب؟ هو يعني توقيع تو نعم توقيع قطر على اتفاقية تمويل الإرهاب مع الجانب الأمريكي هي خطوة جيدة حقيقة، ولكن نتحدث عن التنفيذ على 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 على, على, على الأرض. قطر لا تبالي حتى الآن في وقف تمويل الإرهاب ودعم المجموعات الإرهابية، وكذلك رفض تسليم كثير من العناصر الإرهابية والمنظمات الإرهابية لوقفة في قطر. هناك مجموعات معينة تصدر أوامرها لتنفيذ عمليات إرهابية، سواء كانت في أوروبا لم تسلم منها، سواء كانت في أمريكا وفي في 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 مصر. يعني قطر دعمت بشدة جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية في 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 مصر بالذات، وأذرعها المسلحة، نفذت الأذرع المسلحة في للإخوان المسلمين كثير من العمليات الإرهابية في مصر، قتلت الكثير من الشعب المصري، من الجيش المصري، دمرت كثير من المنشآت. يعني لم تستقر مصر بسبب الدعم القطري وتمويل الإرهاب والجماعات الإرهابية في مصر. كذلك الحال في ليبيا، لكن لابد أن يكون هناك ضغط من دول المقاطعة، أيضا من الحكومة الأمريكية، من كل دول العالم حقيقة، لوقف قطر عن تمويل الإرهاب. يعني توقيع قطر على معاهدة التمويل هي خطوة جيدة، ولكن يهمنا التنفيذ. في المقابل دول المقاطعة تتحدث عن الاتفاقية. من دبي الدكتور سلطان المؤذن، عضو في المجلس الوطني الاتحادي، شكرا جزيلا لك وعذرا على ضيق الوقت.